السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين. نتمنى تكونوا على خير وبخير يا ربي، داخل المغرب وخارج المغرب. المهم اخوتي، راني غبرت عليكم شويه، واش شويه ولا بزاف؟ الله ما نعرف، راه من العيد راني كنت عيانه شويه، كنت مريضه وراني درت لاباس الحمد لله والشكر لله. الله يشافي كل مريض يا ربي، ويهز علينا هذا الوباء، الله يستركم ويحفظكم اخوتي. ودابا راني جيت لعند الوالد، جيت عنده، هو ساكن جهة مكناس، جيت عنده المكناس شفتو. دابا راه جينا لواحد البادية عند عم راجلي، في واحد البادية زوينة تبارك الله، وقلت ندير لكم فيديو من هنايا، واحد المنظر زوين اخوتي، غزال تبارك الله، وبغيت نتشاركو معاكم واحد الطبيعة والشجار والعوينه. سميت هاد العينه عبد الحق، ميمخسي. سميتها ميمخسي، زوينه غزاله ومبرده. دابا انا راه الشمس برا خوتي، ولكن هنايا في هاد البلاصه كتبان لي كلشي بارد، كتبان لي البروده، غزاله مبرده تبارك الله. تشهيتها لكم اخوتي، ونتمنى يعجبكم هاد الفيديو. هانتوما اخوتي، الشجر داير، قلت له نبنيو هنا شي عشيشه ونجلسو حتى يدوز هذا الصغد هذا. غزاله الدنيا اخوتي والله الا. ايوا المهم اخوتي، كما قلت لكم راني كنت عيانه شويه، مرضت واحد المرضه من ثالث عيد وانا مريضه. ايوا ودابا راني درت شويه الحمد لله والشكر لله. الله يشافي كل واحد يا ربي، كاع اللي مريض الله يشافيه، واللي مات الله يرحمهم، الله يرحم الجميع، كاع اللي مات الله يرحمه. هذا الشيء اللي كاين اخوتي، وبقاو مع الفيديو ان شاء الله. هانتوما اخوتي، غزاله هاد الدنيا، عجباتني انا، ما بغيتش نطلع للدار كاع، بغيت نجلس غير هنايا غير فهاد البلاصه، وكاين الماء. هانتوما هنايا راه العين مغطيه، ما قدرتش ندخل لها لهيها، مغطيه بالشجر، جيت غير لهاد البلاصه هادي، ولكن الماء راه جاي من هذيك البلاصه من تما، وجاي من هنا. الماء تبارك الله مبرده الدنيا غزاله. نتمنى اخوتي يعجبكم هذا الفيديو، وتعجبكم هذه الطبيعه فينا انا. هذه البلاصه رجعت ما بين الحاجب ومكناس وفاس، واحد البلاصه زوينه تبارك الله، وفيها الشجيرات، فيها الخضوره، مبرده غزاله. ايوا جينا شويه نفوجو، ملي درت لاباس وهذا قلت خرجوا شويه نشوفوا الوالد. الواليد سمحوا لي اخوتي، راه كتلف لي الهضره. وبغيتكم اخوتي كاملين تدعاو لي مع الواليد، راه عيان حتى هو شويه، دعاو لي معاه اخوتي، الله يشافيه ويشوف من حاله، والله يشافي كل مريض. نتمنى منكم اخوتي تدعيو معاه بزاف، راه عيان شويه حتى هو. وشكرا لكم اخوتي كاملين، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وتسناو فيديو جديد ان شاء الله، وتبقاو على خير اخوتي.